لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العذا سلطانك المنصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قار فالذنب الجليل حقير. أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرمهم عليك كبير. لو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبدير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا إن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه بحيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطاف سيفك أنه قد كلم الأبطال وهو خبير. يا حجة الغيب تكسارت بطية
عجل علانا الجور يا شمس الامضية يمت على العالم يشع من غرتك نور بيه العدل تنشر وتمحي الظلم والجور نسامري والعجل من جزل المسعور الصخرة الأساسية الدهت كل البرية يا صاحب الثارات دنهض جمل أكثر من يوم حيدر والضلع والجزل والنار والضربة اللي عممتها مات الكرار ومن دم راسخ طضبة الشبل البهية ويلا يا هضم الحسن ومصاب سم بنهند غالة وفاتت الأعداء دمه ويم قبر جد أسهامهم نشبت بجسمه مصيبة وهونها مصاب الغادرية شحكي وشعدد من مصايب يوم لطفوف كم طفل بيها وكم شباب اندبح ملهوف ويا من قطعت روس بيها وطارت جفوف ويا من شساد رضضت هالأعوجية آخ باب الحوايج بالسجن يرفل أقيادة وخوف المنايا والسجن فرت أولادة ومثل الأبو بالسم جرع كاس الشهادة والسيف والسم يشتغل صبح ومسية وخلوا الصوايح والنوايح ليل ونهار وديج المنازل بس حرم واطفال صغار بالبر هام وما بقى بالدار ديار والسيف والسم يشتغل صبح ومسية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه من لم يتقي يبلى بثلاث إما أن يقتل أو ينفى أو يسجن ثلاثة أمور تجري على الموالي إذا ما استخدم التقية التي قال فيها مولانا الإمام موسى الكاظم في موطن من المواطن التقية ديني ودين أجدادي ومن لم يتقي فلا دين له وقال سلام الله عليه
خذوا منا ولا تضيعوا. ولما يقول لك لا تضيع يحكي بذاك الوقت تلك الحقبة الزمنية التي كان وطئها وخيما على أهل البيت، على أهل البيت على وجه الخصوص بصفة خاصة، وعلى أتباعهم بصفة عامة. الوطء وخيم لكون على أن الموت ما توقف. العباسيون أخذوا قرار بعد استشهاد مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه إلى من يرجع الأمر، يعني الاستهداف مباشرة إلى قطب الأمة، الاستهداف مباشرة إلى القيادة والريادة، لكونها المحرك، لكونها الضمانة، لكونها المظلة التي يستظل بفيئها جل المسلمون، لكونها أيضا توحي بمعتقد صحيح وإسلام صحيح لا لبس فيه، تفند كل الأغاليط، كل اللبس الذي جاء به طغاة بني العباس، ألا وهو أفك مبين والعياذ بالله. إن هؤلاء الذين تقلدوا مقالد الحكم أبوا إلا أن يمضوا على أسلافهم بني أمية مع أنهم نشدوا أنفسهم كمخلصين للناس، لسرعان ما انقلبوا وجلسوا مجلس العظماء وكانوا يتحدثون بحديث الحكماء ويقتلون أبناء الأنبياء لا دافع لا رادع لا مانع بدم بارد. وكأنما عجلة الموت مسخرة بالدوران، يعني الدور عجلة الموت فقط تجاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولما أقول لك أخذوا قرار على أن يكون إلى من يرجع الأمر بعد الإمام الصادق سلام الله عليه أن يكون الإمام مستهدف مباشرة، ولما يكون الإمام مستهدف مباشرة أي أنه لا حصانة لأحد مار عليك، يعني الطغاة ظنا منهم حينما يستهدفون القيادة إنهم يسيطرون على مفاصل الحياة وان تبقى الناس بلا قيادة وبلا محرك. هل استطاع السجن وقضبان السجن أن يمنع الإمام عن أتباعه وأشياعه في معتقد العباسيين؟ يا نعم، يمكن بعض الأمور إن استطاعوا أن يقمعون، أن يدخلون الرعب في قلوب الناس بترهيبهم، سيما أن دولتهم تلك سيست على الدم في الأساس. يعني من المعروف إن دولة بني العباس، وأنا قلتها مرارا وتكرارا في هذه القرية الحبيبة وفي هذا المكان الطاهر، قلتها على مسامع الأشهاد في كثير من الديباجات أو المقدمات، إن بنو العباس حينما نشدوا أنفسهم مخلصين كانوا يريدون أن يظهروا أنفسهم على أنهم يعني يبدون حسن النية، أنهم يقتصون من قتلة الإمام الحسين وأن النظام الأموي البائد هو المستهدف، ووضعوا أنفسهم موضع ولي الدم. ولما نقول لك ولي الدم هاي لابد أن تحطها بين قوسين وتعرف شنو معنى ولي الدم. ولي الدم يعني آباء شهداء، أهل شهداء، هؤلاء الشهداء الذين قضاياهم لا ينبغي أن تطرح للمساومة ولا للمزايدة. إن ولي دم ما له علاقة بسقوط دولة أو قيام دولة، حق يكفله الشرع، يكفله القانون، وكل الأعراف تكفلها. إن هناك دماء وهناك أولياء دم فقط هم المتحدثون عن هذه الدماء. لما تيجي دولة بني العباس وتنشد أنفس ينشدون أنفسهم ويقومون مقام ولي الدم بالاقتصاص في من ليس له علاقة بالقتل ولم تكن يده ملطخة بالدماء. وأنا أقول لك حتى ولي الدم نفسه لما يعرض ابنه على المزايدة تسقط قضيته. ولي الدم نفسه ما يحط الدم هذا الطاهر
اللي كان يكرر فيه مولانا أمير المؤمنين: الدماء ثم الدماء ثم الدماء المحترمة، دم محترم لا ينبغي المزايدة ولا المساومة، بغض النظر عن سقوط الدولة أو قيام الدولة الأموية، سقوط الدولة الأموية أو قيام الدولة العباسية لا ينبغي المساومة، وما كانت مطروحة مزايدة. ولذلك ساست بني العباس دولتها على الدم، أوغلت في دماء أمويين، بعض منهم يمكن ما لجرم، فقط لمجرد الانتماء، لمجرد أنه منتمي لدولة بني أمية. هذا إيحاء في حد ذاته، إيحاء على أن المتمرد على الدولة، المتمرد على الدولة هذا جزاؤه أن يفرش سماط مائدة على أشلاء لا زالت تتحرك وتعتفر على الأرض، ودماء مراقة، وعامة الناس تنظر على أن هذه دماء مسالة ومراقة، ويقول لك هؤلاء أمويين. ما عدنا المثل في هذه الأمور ولا للتشفي أبدا. ولذلك منذ البداية العباسيون كانوا همهم الأكبر توطيد لتلك الدولة، وإن أراقوا دماء جل المسلمين. لما وجدوا على أن الإمام الصادق سلام الله عليه مسير ومخلص، انثال مباشرة هارون الرشيد عليه لعائن الله باستهداف الإمام موسى الكاظم. ولما استهدف الإمام موسى الكاظم كانت هناك معطيات على الأرض، اندخل في قلوب الناس الرعب لما مارسته الدولة العباسية من قتل. وأي قتل كان يستخدم؟ يستخدم على الهوية، كان القتل يستخدم القتل أيضا على الاسم. حينما كان مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه ينادي بكم ويستنشدكم ويقول: سموا بأسمائنا ومن لم يسمي بأسمائنا فقد جفانا. ولما يقول الاسم حتى الكنات والألقاب المتعلقة بأهل البيت إلها علاقة بطابع هوية التشيع. سموا بأسمائنا ومن لم يسمي بأسمائنا فقد جفانا. المسألة الواحد يسأل يعني فقط أسماء أهل البيت؟ الأسماء المتعلقة بأهل البيت. لما نقولك سم بأسمائنا، لا سمي بأسماء قتلتنا ولا محاربينا، يمكن الأسماء ما لها علاقة، بس البعض يشار إليه على أن لما يكون فلان اسمه فلان، وهذا الفلان من قتلة الإمام الحسين أو قاتل لمولانا أمير المؤمنين أو مغتصب للحرمات ومريق للدماء، تسمي باسمه. البعض يسمي لك يزيد نكاية بك، يسمي لك معاوية نكاية بك، مو محبة في الاسم. ليش يختار هذه الأسماء؟ لما الإمام أمر سلام الله عليه أن يعطي الاسم طابع لحامل هوية التشيع وميزان للعقيدة والمعتقد، كانوا هؤلاء هم المستهدفون في زمن مولانا الإمام موسى الكاظم، وكان وقتها الطاغية هارون الرشيد عليه لعائن الله. كان الاسم الواحد يكلف، فقلت لك الممارسات التي سبقت اعتقال الإمام وزجه في السجن هي التي أرادوها إدخال الرعب في قلوب الناس حتى لا تقوم قائمة. يقول لي: إذا كان اسمي فقط يكلفني حياتي، اللكنة كانت تكلف الحياة. ولأن لما أقول لك اللكنة يعني مو اللهجة، أنا أحكي لك اللي كان المستخدمة. هناك بعض اللكنات المشتركة بين أتباع أهل البيت بشتى أطياف ألوانهم وتغير جنسياتهم ولغاتهم، إلا أنهم يقسمون بقسم له علاقة مشتركة، مثل قسم وصاحب بيعة الغدير، قسم وعطش الحسين، قسم وضلع فاطمة الزهراء. هناك استعانة واتكال بوجاهة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في القيام والقعود بقول يا علي، وجت الكلمة تلقائية تخرج من عند الواحد. إن كون أننا نتبع نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب،
بهذه الحيثية إذا كان الواحد هو غافل وقال يا علي يقتل، هي تلك الممارسات. وبعدين نوع الموت وطريقة الموت واستخدامها أيضا بتمايز عند العباسيين، إن شفت يعني يمكن يتناولونها اليوم في صفحات البرامج التواصل الاجتماعي، يتواصلون يشوفون بعض الصور الأرشيفية يعني صورت في من بغداد ومن بعض الطوامير. شفت الكور الحديدية هذه هي اللي تغل بها المساجين، لما يكون السلسال بالعنق وباليد وبعدين كورتين حديديتين عن اليمين وعن الشمال مغلتين في الساق اليمنى واليسرى، بحجم هاتين الكرتين هناك كرة حديدية واحدة فقط يسمونها بذاك الوقت الرمانة، تعلق في عنق المحب والموالي أو العلوي، ثم يؤتى به فيلقى في الشط مثقل بالحديد حتى يموت غرقا. يرتفعون إلى أعلى شاهر يوثق كتافه من الأمام أو من الخلف، ثم يرمى من أعلى الشاهق حتى تدك أعظامه. هذه عملية ترهيب كانت تمارس. بالنسبة للهاشميين لما كانت إحدى العلويات طلبت من الدوانيق عليه العائن الله وبآخر قبل هلاكة أسابيع قليلة سئلت عن أبناء الإمام الحسن ومنهم عبد الله بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان عمره وقتها تجاوز 80 عام، وقالت لعبد الله بن الحسن شيخ كبير يا ابن العم مو حمل أن تزج به في السجن أو تثقله بالحديد، فقال ذكرتينيه لأنعمن عيناك ارجعي إلى البيت يا ابنة العم. رجعت الهاشميات والعلويات إلى المنزل صباحا وإذا بالسجون قد هدمت على رؤوس العلويين. شفت شنو الممارسة هذه؟ ما يصدر مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه بالتقية ديني ودين أجدادي، لأن ماكو طائفة بالعالم من ذاك الزمان لهذا الزمان تعرضت للأذى وللقتل وللتشريد على الهوية، ما بي أنا أقول لك. ولم تكن تلك التقية إلا لحاجة ملحة وضرورة ملحة. واستوقفني واحد من المجالس المتقدمة في بعض المناطق قال لي زين ملان يعني الموت شدي شدي يمشي؟ قلت له بلى. من قال لك الإمام سلام الله عليه لما قال التقية ديني ودين أجدادي كان يمنع الموت؟ كان يخفف وطأة الموت ويقلله على أصحابه وأتباعه. وهذا مثال أنت تضربه يعني لكل فعل ردة فعل، لمن يكون عدوك هو الأقوى والمتربص بك قيسها بهالمقياس. كأنك أنت بسيارة احنا نحكيها بهاليوم تمشي 160 والشخص الثاني يمشي 80، اثنينهم اصطدموا بالحائط، أيهما أكثر ضرر؟ في الارتداد 160 تصير 320، بالارتداد تصير هذه 160. شوف أيهما أقل وطئا من الآخر، اللي يمشي 180 أو 160 أو 120 أو اللي يمشي 60 و80. هي هكذا كان عنوان التقية. المسألة يمكن ما تحجب كل الموت لأن عدوك مهيأ على أن يقتلك، لكن مو بكل وقت مهيأ لأن يبحث عن دريعة أو ما يبحث عن دريعة. بعض من الأحيان ما محتاج على يعني يمكن البعض يقول لك هي ليست مجاملة، إن في كثير من الأمور يعني سجانك وإنت مربق ومضروب، يعني خلنا نحكيها باللغة اللي يفتهمها الناس، مضروب الهافكري من الخلف ومقابلنا الحيط و27 يوم واقف تقع ساعة تقع على الأرض ما تدري ايش صاير، يعني يخشى عليك إرهاقا تعبا يحدث لك شيء من الهلوسة ما تدري ايش صاير. يقول لك أبان انك تطلب ماي بهاي الوقت، كنت تعاقب بأن تضرب في مكان أخمس الأماكن ذات حساسية، وإذا رفق بك أحدهم يؤتى إليك بماء حار. تعرف شنو كان يقول البعض لما يجيبون لماء حار؟ عطشان، تعرف عطش مضطر.
البعض ما يقول ماي لأنه كان وراء الماء مو فقط ضرب، كانت الإهانة، وكان البعض يوجه لك ما ينال به عرضك وشرفك، ما تستطيع أنك تتحمل هذا الشيء. بس ويا مرور الوقت البعض لما يشرب ماي الحار وياخذ من عنده القدح وضربه يقول له أحسنت رحم الله والديك، يومين ثلاثة أربعة على هذه الحالة، نقول لك احنا 27 يوم شفناها وعايناها، يومين ثلاثة أربعة خمسة، شنو كانوا البعض جالسين بالليل، احنا كنا شوية بين المخشي وبين القعاد، البعض يقول لا إله إلا الله، شفت هذول، يقول ما نعطيهم ماي ونضربهم ونشتمهم وننال من أعراضهم، وإذا جبنا لماي حار قال أحسن ترحم لنا وأحسن إلينا وترحم لوالدينا. عقب بس خمس أيام هاي العدو أنت بجلواء، يعني بين الجلواز وبين تلك القيود والأغلال، شوية الأغلال إجت من وراء إجت إلى قدام، طالما أنت واقف من يطلع اللي أكبر منه ومسؤول على رأسه يقعدك ويجيب لك الماء البارد وياخذ ويعطي وياك، لا ويسايرك إلى أبعد الحد ويكون مرئفا بك ويقول له أنا طالع، إذا عندك أحد تعرفه وتريدنا نبلغ سلام انقل له. وفعلا طلعنا، يقول جانا فلان ابن فلان مع أنه مو من بني جنسك وما عنده ما له علاقة بجنسيتك أبدا، واحد وافد مرتزق. العملية هكذا، تعرف هي شنو؟ هي هذه أخلاق أهل البيت. إن الإمام لما كان مسجونا ما الذي كان يفعل يوم اللي زج به في السجن؟ هل كان يدعو بالاسم على هارون؟ خلي تأمل بها شوية في الدعاء، هذا أفضل درس. يوم اللي عيسى ابن منصور الدوانيقي بعث إليه هارون وكان هو اللي ساجن الإمام بالمدينة، لأن أول شيء كان طيلة 9 شهور بمسجون بسجن المدينة، وروايات تقول إن 13 شهر إن مسجون بسجن المدينة. ابعث هارون إلى عيسى ابن منصور الدوانيقي وقال له اقتل موسى بن جعفر. اجتمع ويا خاصته، قال له هذا أمرني أنا أذبح أو أقتل موسى بن جعفر، ماذا تقولون؟ قال ضع عليه العيون وشوفوا شو اللي يصنع، تعرف إمامكم من قعر السجون. ايش قال عن عيسى بن يحيى؟ يقول وضعت عليه العيون والرصد فما وجدته يدعو عليك ولا علي. تأمل شنو كان يدعو، كان يدعو على هارون وعلى سجانه، بس بأي طريقة كان يدعو؟ ليست بالتفصيل الذي يعرفه البعض والتخصيص اللي يخصص الاسم، يتحدث بمجمل العموميات. لما كان يقول اللهم فرج عنا فرجا عاجلا كلمح البصر، اللهم أزل هذه الغمة عن هذه الأمة، تعرف منه سبب الغمة الجاثمة على صدور الناس؟ هارون وأضراب هارون، هارون وزبانية هارون. يدعو لنفسه بالفرج بهذا الدعاء، ولكنه كان يدعو على هارون. لما نقول أزح هذه الغمة، إزاحة الغمة وسبب الغمة إزاحتها هلاك هذا الظالم، انفراج للمؤمنين والمؤمنات. ولذلك أنتم من هذا المكان في يوم باب الحوائج لا حد ينسى مسألة الدعاء، لأن أمرنا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن نمارس سلاح الأنبياء عليكم به. قيل يا ابن رسول الله وما هو سلاح الأنبياء؟ قال الدعاء. أنا ما أريد الإطالة عليكم والله، بس تدريد تضرب مثل، كثير من الشواهد ترى إلى علاقة. ارفع راسك لا تخجل، ما بالضروري انك تروح تخصص وتسمي، ارفع راسك بالدعاء. اوليست زينب قالت اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وممن قتل حماتنا ومن سبى على النياق نساءنا، وكان انهيار عرش يزيد بن معاوية عليه لعائن الله. ارفعوا أيديكم للسماء وابتهلوا لله سبحانه وتعالى، إنه الحكم العدل الذي لا يحيب، فليكن الرابط بينكم رابطا إلهيا، ليس لكم في الدنيا شيء
يقول راتب النابلسي، الشيخ راتب النابلسي يودينا وياكم إن شاء الله وجميع المؤمنين إلى الشام عند السيدة. يقول حدثت مشادة بين شخصين، وأنا أدخلك في الشق الثاني إن شاء الله وأختم. حدثت مشادة بين شخصين بدمشق بسوق، بالسوق اللي أنا شايفين نروح. يقول هذا طلع في سلاحه، أراد ينهم بطلق الرصاص على من؟ على الشخص اللي كان يضرب ويا اثنينهم. واحد بداخل دكانه، شيخ كبير جاي يكد على أولاده وعلى أهله، ما له علاقة بالهوشة. فتح الباب طلع راسه بس يحق يطالع ايش صاير. الرصاصة ما جت بداك، جت بهذا بعنقه، جت بعنقه انشل في الحال. التمت الناس، الشيخ النابلسي جاي ايش صاير. البعض جازع يقول هالشكل عدالة رب الله رب السماء؟ أتقولون بأن الله عادل؟ إيش ذنب هذا شيخ جاي كذا على عياله اليوم واثنين اللي يتضاربون؟ هذا رافع السلاح ورصاصة طايشة جاية بعنقه. قال ما علمت إلا الله، إن الله إلا حكم عدل لا يحيف، ما عندي غير. بس انت اعلمتني عن شيء في هذا الرجل انا توي اعرفها. الشق الثاني رب العالمين يعرفها. يقول عقب 20 يوم راح القضية، راحت عليه 20 يوم. يقول التقى بواحد من ثقاء من جماعته، قال سلام عليكم شيخنا، ارد اسألك واقول لك مسألة. قال له تفضل. قال له عندنا واحد هني رجال، يقول ماكل اولاد، ماكل حق اولاد اخوه، عنده 120 ألف دين ما أدري كم من بيت أبناء أخو رهنية، شكولة عن شيخ حسين الخطيب. إجا حضره، قال لا ادفع أموال أولاد أخوك، هذا مال يتيم وما يجوز تاكله بالباطل. يقول شتم الشيخ وشتم الأولاد، قال ما لهمش عندي. قال وين تروحون تشتكوا؟ قال عند القاضي. قال لا هذا ما عندكم عليه مستمسك عند القاضي، ارفعوا رؤوسكم الى السماء. يقول الحكاية رفعوا رؤوسهم الاولاد بالسماء وهو قاعد الساعة 8 بالليل. قال اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا ومن اخذ هذا. انا اقول لك ارث، انا مو عندك جنازة معطلة، ولا عندك شاب اليوم بالامس واللي قبله واللي قبله واللي قبله مزملين بدمائهم. لا تغفل، هذا حكم عدل لا يحيف، انتبه. يقول رفعوا راسهم بالساعة 8 بالليل، الصبح الساعة 8 هذا الرجل رايح يفتح دكان، اثنين من جيرانه كانوا يتخانقون. يقول شال واحد منهم الفرد راد يطلق على ذاك، هذا مطلع راسه يحق ايش صاير من باب الفضول، فأتته الرصاصة في عنقه. قال ايهن والله حكم عدل. أنا عرفت الجانب الأول، يعني الآن الجانب الثاني ليش الله؟ لا تقول لي رصاصة طايشة، لا تقول بعض الأمور والمعوقات اللي تصيبك بالحياة ليس لها علاقة بالانصراف في الدنيا وملذات الدنيا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خير أتبعه الله سبحانه وتعالى، إذا أراد بعبد خير أتبعه الله سبحانه وتعالى بنقمة فيذكره الاستغفار فيستغفر، أما دون ذلك فلا. لتغفل عن مسألة الاستغفار، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حكم عدل لا يحيف ولا يرضى، أيا كان لا يرضى لعباده الهلكة. ولذلك لما الإمام سلام الله عليه يدعو ويقول بهذا الدعاء بلا هوادك، اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، اللهم أزح هذه الغمة عن هذه الأمة، كان يقول وهو مسجونا الحمد لله الذي فرغ لي وقتا لعبادته. الحمد لله. يقول عيسى ابن يحيى بعث إلى هارون، قال أخذ من عندي، أنا متحرج من حبسه، إن لم ترسل من يأخذه مني وإلا أطلقت سراحه في الحال. الودوا إلى سجن يحيى بن الفضل. يحيى بن الفضل وسع عليه، ويمكن هي العلامة اللي خلت هارون الرشيد عليه لعائن الله
إن يطلق سراح موسى بن أن يغلظ القول مع يحيى ابن الفضل وأن يزج بإمامكم وسيدكم ومولاكم الباب الحوائج إلى سجن السندي ابن شاهد تلك الطامورة. انتبه للشق الثاني، شوف العبادة اللي تفرغت عند الإمام وكيف إن الإمام سلام الله عليه يبتهل لكم بالفرج. يقول للمسيب تريد تشوف إمامك؟ أنا أحكي لك عن يحيى بن المفضل ابن الفضل ابن الربيع. قال لي تريد تشوف إمامك؟ قال لي طاقة نفسي لرؤيته. قال لي تفضل. وكان الخاص والعام يدخل يشوف الإمام، بس من وين؟ كان يصعد إلى أعلى السطح. يقول له امعن النظر في فناء البيت. يقول امعنت النظر جيدا. قال الا ترى امامك؟ قال لا ارى امامي. قال امعن النظر جيدا. قال امعنت النظر جيدا. قال له يا يحيى اني لا ارى الا خرقة على الارض تلعب بها الريح يمنة ويسرى، ما شايف شيء. قال هذه الخرقة امامك، إنه ساجدا ملقا على الأرض، كاب وجهه على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى منذ بزوغ الفجر، صاحب السجدة الطويلة، هو كاهن بني هاشم، وما يرفع رأسه إلا إذا قال المؤذن الله أكبر، يعني الظهر يرفع رأسه. يقول ظليت متأمل لهذه الخرقة، يريده يشوفه يتحرك. يقول ما يأكل ما يشرب. يقول هذه الخرقة تتحرك يمين شمال، الهوى يهب فيها. يقول أذن المؤذن وإذا به قد رفع رأسه وقد اخضلت لحيته بالدموع وهو يقول الحمد لله الذي فرغ لي وقتا لعبادته. بلغ الأمر هارون، طلع عن الناس يقولون كاهن بني هاشم، هل استطاعت القضبان والأغلال إن تحجب سيدكم ومولاكم؟ لا. وين بلغ الأمر؟ إلى عامة الناس، كل من يريد يدخل يشوف الإمام، يشوف صاحب السجدة الطويلة، يقتدي به، يحتدي بحدوة. هارون بعث وأغلظ القول، قال له ما بعثت لك موسى لتمني أو لتدخل عليه ثقاته وخاصته أو لتطعمه من أطايب الطعام أو تعطيه بارد الماء، وإنما لتضيق عليه حتى الموت. قال لا أفعلن ذلك. عنده سلطة شوية، هذا اتدخل أبوه في القضية ويعز على الغيارة، بالخصوص أنكم السادة أنتم. ما الذي فعل بإمامكم؟ ما الذي جرى؟ كيف استخرجوا ومضوا به إلى طامورة السندي بن شاهد؟ إجوا وراده وطلعونا. قال هارون لا، فليغل بالأغلال من رأسه حتى مخمص قدمه. جاءت بالسلاسل، والله غلت السلاسل، حطه وين؟ بعنق الإمام واثنين بيديه، ثم إلى ساقه وأثقل بالحديد وجروه أمام الناس. كانوا يمشون به مشيا حثيثا حثيثا، وما كان يستطيع أن يجاريهم بالمشي لأنه مثقل بالحديد. كان يتعثر بأبي وأمي بأغلاله، والناس تنظر ما الذي يصنع بالإمام. يريدون يذلون القوم، يريدون يذلون رهطه وعشيرته. والإمام بأبي وأمي حينما يتعثر يقع على الأرض مكبا على وجهه. ما الذي يفعلون به؟ يأتون إليه يقرعونه بالصياد ضربا على جسده، ثم يجرونه من أقياده. ميت مالك بأبي وأمي يقف، وإذا وقف ينظر إلى الناس قد غرورقت دموعهم، جرت دموعهم على خدود. كان يرفع بأبي وأمي سبابته، يقول له صمتوا ما حد ميكم فيكم لحد ينغر، إلى أن بلغوا به إلى طامرة السندي بن شاهك. أراد الإمام أن ينزل، ما يقدر، تعرف 14 عتبة تحت الأرض. أراد أن ينزل الإمام، البعض أشفق عليه، قال له فل نرفع هذه الأغلال والأثقال عن جسده حتى ينتسنى لين ينزل.
قال البعض منهم لا اجا اجا السندي بن شاهك عليه لعين الله قال لا تفكوا حديده فلينزل. اراد ان ينزل الامام بابي وامي فوقع على الارض فجروه من ساقيه على اعتاب السجن الى قاع ذلك السجن وما ان بلغوا به الى القاع الا وقد تدكدكت اعظامه هل من منادي ايوا اماما هل من منادي ايها سيدا الامام بابي وامي في هذه الطامورة ما يعرف ليلة من النهار كان البعض يقف ويقول للامام حان وقت الظهر حان وقت العصر حان وقت الفجر لين ما يعرف الليل من النهار واذا طاقت نفسه لبعض من كانوا يوسعون عليه طاقت نفسه يستخرجونه وإذا ما استطاعوا أن ينزلوه وأدركه هؤلاء الذين ينصبون لكم ينصبون لكم ولمن تواليتم العداء كانوا يوسعونه ضربا ثم يجرونه مرة أخرى على أعتاب السجن إلى القاع فكان ممن وجد معه في السجن يبكي فقال لهم الإمام لا يضعف يقينكم فينا والله هذه الأغلال لا تساوي شيء الوعد ترى على عند جسر بغداد تريدون تشوفون الوعد عند جسر بغداد خبروا طلع للناس ابن سويد سليمان هؤلاء كلهم عندهم علم على ان الامام بعد 3 ايام عند جسر بغداد وانا اقول لك الجنازة التي خرجوا بها 4 من الحمامين مو 4 الحمامين التي كانت تنادي عليها اليوم ارفع راسك روح طالع وين عندك وسائل اعلام وشفت جسر رصافة كم اجتاز عليه من الموالين والمحبين هؤلاء الذين قد جاءوا من كل حزب وصوب وكانوا يلطمون على رؤوسهم رغم الموت الذي كان يتربص بهم رغم الاعداء ومفخخات الموت كانوا حفاة الاقدام وهم يقولون وينادون واماما ويعزون سيدتكم ومولاتكم وهم يقولون اليوم اليوم نعز فاطمة هكذا يلطمون على رؤوسهم الإمام هذا اللي يريده تعرف مو 4 من الحمامين بعد 3 ايام انا اقول لك 3 ايام ما انقضت كيف انقضت لان دسوا لامامكم وهو في قعر سجنه ثم النقيعة ما ان تناوله الامام الا وحس من فيه الى سرته كانما يقطع بالمواسي او يشرح بالمواسي او يقطع بالسكاكين بقي 3 ايام يعن انينا يقطع القلوب ويفتت الاكباد حتى ان اذن الله سبحانه وتعالى له ان يكون شهيدا سعيدا في اليوم الذي قد وعد فيه أتباعه وأشياعه أن ينتظروه على جسر بغداد قد اختاره الله شهيدا بقي بأبي وأمي أن أنينا يقطع القلوب ويفتت الأكباد وحينما دنا أجله سكن أنينه وعرق جبينه واستقبل القبلة وقرأ شيء من القرآن ثم ختم ثم مد يديه وأسبل رجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة هل من منادي أيوا إماما هل من منادي أيوا سيدا والذي يمض الفؤاد ويقرح الأكباد أن يحمل جثمان إمامكم على حمامي الأربعة على هيكلية اليهود جاءوا بجثمان الإمام ينادون عليه ذاك النداء ثم ألقوه على جسر بغداد مغللا بحديده ومثقلا بتلك السلاسل فانثال الناس يتفرجون على جثمان إمامكم البعض يقول حجازي غريب قد مات في هذه الأرض وأنا أقول بلى سيدكم ومولاكم غريبا نائيا ليس له أهلا ولا عشيرا قال سليمان وهو يشرف من قصره حينما رأى الناس تطأ الجنازة بأقدامها
هل من منادي؟ أيوة إماما، هل من منادي؟ أيوة سيدا. نادى سليمان قال الغلمان انزلوا وانظروا حال هذه الجنازة وتعرفوا على هوية هؤلاء الذين هم على هيكلية اليهود. جاءوا وضربوا السواد فصاحوا قم يا سليمان. فنزل سليمان وانحدر ومعه ابن سويد والطبيب. جاءوا إلى جثمان المولى وهو مغللا بأسلاب بأقياده على جسر بغداد، عاينوا الجنازة. فوقف سليمان يلطم على رأسه وهو ينادي ذلك النداء المشهور، وهو أنتم معه أيضا، أيها الناس، ألا من أراد أن يشيع الطيب من الطيب، الإمام ابن الإمام، فليأتي فهذا إمامكم ملقا على جسر بغداد. هل من منادي؟ أيوا إماما وسيدا. لكن يا قلب ذوب يا دمع عيني تفجر للي قضب سجن الرجس قلبهم فطار، ما شاف بالدنيا ولا ساعة هنية، بسرداب مظلم يجرع حتوف المنية، وبالسجن ما يعرف نهاره من العشية. سموا صبر قلبهم فطر والصبر مر، وامر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي الواويلا وإماما، وامر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي، وشالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي، وفوق الجسر دبوه واويلا وإماما، فوق الجسر دبوه وبرجله زناجيل، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى، وشيعة علي الكرار حالتهم شديدة، من عاينوهم غللوا بالساقيدة، وفوق الجسر دبوه ما فكاو حديدة. صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشار، ازنتي بدد يا فخر طيبة واتهامك، اليوم كل يوم نترجاك سيدي ومولاي، ما هذا الظن ان يؤتى بك مغللا بأقيادك وان تلقى على جسر بغداد، كل يوم نترجاك تطلع بالسلامة، اثار الدهر بقلوبنا صوب اسهامه، فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر. وردت الشيعة نوح والحالة فجيعة، ينادون بالذلة ومصيبتهم فجيعة، فوق الجسر مطروح يا كعبة الشيعة، بالسم فتة وموجتك واللون مصفار، لكن يا ولاد عدنان ومضار قلت الغيرة، عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيرة، ودبوا العمايم ومشوا جانب سريرة، مطروح ولالة من صديق عليه ينغار. فانسال الناس من كل حذب وصوب، وجاءوا لجثمان إمامكم ورفعوه وشيعوه بذلك التشيع المهيب. وينكم يا شيعة؟ وينكم عن أبي عبد الله الحسين يوم اللي وقفت عمتكم زينب سلام الله عليها وهي تحشم؟ أما فيكم نار؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد الطاهر؟ فأجابوها بعشر من الخيل
وطأوا بها صدر المولى. هل من منادي؟ أيوا حسينا. وعن غريب الغادرية وين صارت شيعته؟ ليش ما حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته؟ وعاينة وزينب تنادي من يشيل أفاطم؟ لو قلت الحسين مجذلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنا. فاطمة قومي يا ابنة الخير يا الله. تقبل اللهم عزانا شافي مرضانا. فجماعة الحاضرين فردا فردا في أنفسهم ومتعلقيهم ومن يلود بهم إلهي من أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمنا في أوطاننا من عيد الظلمة أن تصل إلينا. رد كيدهم في نحورهم اشغلهم بأنفسهم عنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد علماء الدين العاملين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اطلق أسرانا إلهي بجاه مريض كربلاء وبجاه باب الحوائج سجين أهل البيت. اخذ حوائج المحتاجين. اطلق أسرانا ردهم جميعا مغربائنا وحرائرنا ورموزنا إلى أهليهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارحم موتانا وموت الحاضرين وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء شهداء الوطن بالأمس وأول أمس شهداء هذه القرية الحبيبة. اللهم بلغ إلى أرواحهم وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات والحاضرين ثواب الفاتحة المباركة تسبح الصلوات على محمد وآل محمد.